يلا يلا. اهلي بعتوا لنا شوية بيض، اشتهيت ذوقك يا عم. وين عفاف؟ ليش ما هي حطت لي العشاء؟ عفاف نايمة دوبرني. تاني مرة خليها هي تساوي لي العشاء. الله يعين عفاف، يا دوبها ابنها. ليش اكلي مو عجبك؟ لا لا، استغفر الله استغفر الله، مو هيك مرت اخي، بس انا مشان عذابك. ايه عذابك راحت قبرني. راح ابو دياب لعند جواد على البايكي؟ لا ما راح تقبرني، راسه عم يجاوب، فات على اوضته وحط راسه ونام، وام دياب واولادها ناموا كمان. شو قال لك ابو دياب مشان رحتك لعند اهلك؟ قال بده يفكر بالموضوع. وانت شو رأيك؟ بيت اهلي يا دوب واسع، امي وابي ومرت اخي عمران وولادها، وانا من هالبيت ما بطلع. قطي شعرك. يبعت له حمى هالمنديل، على قد ما له ناعم عم يسحل عن راسي بدون ما احس عليه. المهم ما قلتي لي يعني شلون اهلك، ليش ما بدك تروحي لعنده؟ انا وراي رجال بيوقف اخواتي عند حده. شو؟ مين هذا الرجال بقى؟ انت المعلم جابر يلي كل الناس بتهاب وبتحسب له ألف حساب، إيه؟ ولا مالي معذب قلبك تقبرني؟ لا لا كان، كيف؟ أخوك عمران شو أخباره؟ يضرب قلبي عليه من يوم ما راح على أخت العسكر وما ترينا عنه شيء. أخي راك يا حرمة! ومن طعيب طعينا برا! ومن طعينا برا! طعيب! شو القصة؟ كأنه جابر بهدلها وضربها؟ معناها عاملت لها شي عملة كبيرة معه. إيه بس جابر بحياته ما زعلها ولا رفع إيده عليها. يا ترى شو في بيناتهم؟ والله أنا حاسة كأنه في شي، بس شو هو؟ ما عم بعرف. أعوذ بالله من غضب الله. أم قاعود، أم قاعود الشريفة العفيفة، يطلع منها هيك شيء؟ يا لطيف، والله أخواتك ما من حق ياخذوك إلى عندهم. ما ياتك انقطعوا من هالبيت يا أم قاعود. لازم من بكرة الصبح تروحي لعند أهلي. بسيطة يا جابر الكلب، إذا بكرة ما بحطك جنب أخوك أبو قاعود أنا ما بكون أم قاعود، ولا تفكر إني خليك تلحق تفضحي. على كل حال إخواتها بدون إياها تروح تعيش عندهم. هلأ بفهمها إنه لازم توافق تروح لعندهم على الستر والسلامة. عفاف! عفاف! إيه أخي؟ ساوي لي كاسة حليب. إيه علي. الحليب جاهز تقبرني. أنا قلت عفاف. إيه تقبرني، أنا غليت الحليب لابن أخوك وحسبت حسابك مثل العادة.
يمي مالي نفس جابر اشربوا كرمالي. اسمعي يا حلمي، مياتك من عنا خلصوا، قاعدة بهالبيت ما عاد إلك. هلا بطبق غراضك مشان تروحي لعند أهلك. مثل ما بدك، اللي بدك يا بسر، بس من شان الله، من شان الله وطي صوتك لحدا يسمعك. بوس إيدك، بوس إيدك يا جابر، استر علي، الله يستر على حريمك. والله والله ما كان قصدي. خلاص خلاص روحي لشغلك. لا عمي تعا اشرب الحليبات. لا ليه شو بدك فيه للولد؟ خليه يجي يشرب الحليبات. تعا عمي تعا وقفي لشوف. ليش ما بدك يشرب كاس الحليب؟ لا اخي ليش لهلا ما رحت لعند اخوك جواد على البايك؟ ليه؟ يلا اخي رايح رايح. الله يرضى عليك، لا تاخر اكثر من هيك. شنو جواد لوحده هنيك؟ ها ماشي اخي رايح رايح، بس لا يشرب ابن اخي كاس الحليب. اشرب عم يشرب. لا من شان الله لا. شو بكون؟ شوفي ما في شيء اخي ما في شيء، بس اشتهيت اسقي كاسة هالحليب لابن اخي يلي ساوت لي اياها مرت اخي، بس هي ما انا عم ترضى. ليش مرت اخي؟ ليش ما بدك اياها يشربها؟ خليه يشربها. سقيته كاسه وخايفه اذا شرب الثانيه ينضر. قلقي اشربيها انت لكن يلا لشوف. انا؟ ايه انت؟ انا ما بحب الحليب. شو جابي؟ شايف القصه فيها انا؟ لا اخي ما في شيء، هي تشرب لها شفتين وفك الله من صرفه. شو علي مرت اخي؟ اشربي اشربي. قلت لكم ما بحبه ما بحبه يا اخي. لك انت ما بتحبيها مش شايفك عم تدولي؟ اخي شربها شفتين ولا حاطط لي بقلبه شيء؟ يو شو بدي احط لك؟ هات لشوف. اشربي. من شان الله من شان الله ما بدي اشرب. احكي لي لكان شو فيها الكاسة؟ فيها سم. سم؟ كنتي بدك تسمي جابر؟ ايه. لك شو في بينك وبينه لحتى تسميه؟ ما في شيء. جابر شو في بينك وبينه؟ اه ما بعرف اخي، اسألها. لك شو في بينك وبينه؟ احكي. هذا الوقت كان بده يعتدي علي امبارح بالليل. شو؟ أنا كنت ارتدي عليك يا أخي يا خاينة يا على مرت أخوك يا وطين. لك يا أخي هي اللي لا تضربني يا أبو دياب. لك بضربك وبشرب من دمك كمان. لك مرت أبو قاعود، مرت أبو قاعود ولا نزيد. وحياة رحمة أبو قاعود يا أبو دياب، هي اللي راودتني عن نفسها. أنا لك خلص لك خلص، والله ما تفتح تمك وتحكي هالحكي مرة ثانية. لا أصلا سألها أخي. والله العظيم اخي جابر بريء، انا امبارح سمعته كان عم يضربها ويبهدلها. ايه صحيح هو ما رح يضربني ولعني، بس اسالوا ليش. انتي انتي احكي لي ليش ضربك ولعك؟ اه قلالي لانه بهدلته بعد ما كان بده. يا لطيف يا لطيف، انا ما عاد امن عيش معه ببيت واحد. اسمعي بالهديه، انا اشرف منك ومن اللي خلفك. عفاف طب اغراضك وغراضي. شو بدك يا عفاف؟ بدي استكري بيت نسكن فيه انا وياها وجمال. وين ما بدك تروح روح، ان شاء الله على جهنم الحمراء، بس اخواتك ما دخلك فيهم. لا سيدي دخلني. اتركهم ابن عمي اتركهم، وين ما بدهم يروحوا يروحوا، الله لا يرد حدا. عفاف بتضلي هون ولا بتروحي معي؟ لا اخي بروح معك. اسمعك ليه؟ مالك طلعه من هالبيت ولو بتصير مذابح؟ سامعت التاني؟ مو على كيفك. خلاص اخي روح انت، الله يسر لك، انا ما بدي اروح معك. ماشي بس يكون بعلمكم من هون لشهر بدها تكون الورده مقسمه، كل واحد بياخذ نصيبه. لك شو جاب سيره الورده هلا؟ مثل ما قلت لك عفاف طبي لي اغراضي. إلهي ينتقم منكم. هذا اللي صار امبارح ما بدي جنس مخلوق يدرى فيه. عم تسمعي الكلام؟ لأنه الناس إذا دريت بهالقصة ما رح يضل لي قيمة بالحارة. قيمتك كبيرة ابن عمي، غصب من عن اللي بريد واللي ما بريد. لعنة الله عليك يا جابر على هالعملة، لعنة الله عليك. شفت ابن عمي؟ شفت؟ أنا من زمان قلبي ما بيرتاح له. ليش؟
بدأ منه شيء؟ لاحظت شيء عليه؟ فشر، كنت قطعته بسناني. قال لي ابن عمي مشان عفاف رح اتجوزها لشاهر ولا بطلت؟ ليش لبطل؟ شاهر زقرته وقبضاي وعقيد حارته وبعدين عزابي منين بده يصح لي صهر احسن من هيك؟ مزبوط، بس يعني شو بس شو في احكي؟ هو ما في شيء يعني، بس مشان العالم ما تجيب معدلك. لك شو حكي العالم ما حكي العالم؟ وليش لحتى تجيبوا معدلي؟ يعني مثل ما قلت انت قبل شوي انه شاهر عزابي وعقيد حارته والله منعم عليه، بقى ليش ليتجوز وحدة مثل عفاف؟ شبه عفاف؟ ما بها شيء، بس وحدة أرملة وعندها ثلاث أولاد، لو ما كان بينها وبينه سكتي وليك؟ سكتي ها؟ أحسن ما أصل لك لسانك ها؟ أمرك ابن عمي. ليش ساعتها ما فيقتيني؟ ما استرجيت فيه، خفت إنكم ما تصدقوني. ايه مرت اخي، بس عملتك هي كانت غلط، كنتي لازم تفيني، انا ساعتها بشوف شغلي معه. والله يا صاحبي امبارح طول الليل ما نمت ولا دمي عم بفور ويغلي، ما تحملت. هو وعفاف اتفقوا علي من امبارح. هي اكيد اتفقوا عليها مشان يعملوا لها فضيحه. يا لطيف، ناس ما عندهم لا رحمه ولا ضمير. ليش عفاف؟ لا علاقه بالقصه؟ هي تقبرني، نحن كل مصايبنا من ورا عفاف. ايه صاحبي، هي من ساعد ما كشفنا قصتها مع هذا شاهر وهي دمها عم بفور ويغلي. انتو متأكدين انه في شي بينها وبين شاهر؟ قال متأكدين. ولك عفاف؟ 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 شوفي اخي شوفي ما هيك؟ ما بتعرفي شوفي ما؟ لك شوفي بينها وبين شاهر ها؟ ولك احكي؟ والله العظيم يا أبي وحياة الله ما في شيء. لك شو في بينك وبين هالواطي يا أخي؟ صار لي 10 سنين بحارة عياش، الوغري ما شفته ولا نبحته. ولك يا كان ليش جاي خطيب؟ احكي لشوف. والله لك مشان الله اتركني مشان الله. والله لخليك حتى تعمل طول العمر لاولادنا حليماتنا. والله لموتهم. لك يا تحكي تتبعني خلص ولا نشرب من دمه لشافر. والله لا لك اخي لا، ما بصير لك تحكي عنا وتقول ولا خياح القعود عم يدبحوا بعضهم بعض. ما حدا رح يقول شيء اخي، ما حدا رح يقول شيء. رح اذبحوا السجين عندي على الباكي، رح احفظ له شورى وتكتبوا فيها هنيك. لا من شافر ولا من دري، ومين ما سالنا عنه بنقول له مسافر. بعدين اخي لازم ننبه الحريم انه ما يجيبوا سيره بقصه القعود وجابر، وخص نص قدام اهله. ولا يهمك اخي ولا يهمك اخي. مشان اختك عفاف بظن انه هذا الكلام مانو صحيح. جابر راح لعند شاهر وتاكد منه. اتركنا من جابر هلا ولا بقى اجيب سيرته قدام مني بنوب. على كل حال هذول الاخراف 27 خروف، بس يجوا المعاليم سلمهم ياهم، واني واصل مشوار يما الجامع الاموي. مشي. ها هاي المعلم جواد اجا. السلام عليكم. اهلين معلمي. هلا بالمعلم جواد. اهلين ابو جاسم، جبت الخواريف؟ ايه بالله جبت لك 27 خروف. كثير منيح. ما اجا جابر؟ بلا اجا. وينه؟ راح. شلون بيروح؟ والله ما بعرف يا معلمي، قال لي واصل مشوار والمساء برجع لعندكم. وينه الواطي اجا لهون؟ مين جابر؟ ايه جابر. لا تقبرني، من وقت ما طلع من البيت ما رجع، ليش هو بيسترجي يفوت على هالبيت؟ ايه والله ما خلص خلص مرت اخي، نحن بناخذ لك حقك وحق المرحوم. وينه ابو دياب؟ عنده ضيوف. ومين هالضيوف؟ شو جواد؟ يعطيك العافية. لا فيك أخي. طمني شو صار معك؟ ما صار شيء أخي، لسه ما راح البايك، بس أكيد راح يروح ينام هنيك. لساتك ناوي؟ حياة عيون أبو قعود تحت التراب، ما راح خلي شمس بكرة تطلع عليه وهو عايش. بس نحن بالوقت الحاضر ما راح نجوز اختنا، شنو ما له خاطر بالجواز. بس الحكي مع المعلم جابر. جابر ما له علاقة بالقصة. بس يا ابو دياب قدي اكبر من هيك. ان شاء الله لا تاخذونا يا جماعة. يلا خلينا نمشي.
وحيد الله وحيد الله. أول بالك عقيل، مشي الحال مختار، خذ النظرية. يلا يلا تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أم أبو لا، قلت لك أم وعرف بدي أخذ حق أبو قاعود منك يا خاين. جواد أنا بعمري ما كنت خاين ولا حخون. والشي اللي سويته مع مرت أخوه شو بتسميه؟ مرت أخوه كذابة. جواد كف بلاك عني، أنا ما بسخى فيك. ما بتسخى فيني؟ أنا يا قاتل يا مقتول. لك منك بدي أشرب وأنا اللي بيعني بحرمة أم قاعود لسه بحلق، وأنا إذا ما خسرت العار مات يشرفني. جواد جواد أخوك بريء. وأنت شو عرفك بالقصة؟ وشلون دريت إنه بريء؟ ببلش بريدك بعدين بثبت لك شلون دريت بالقصة. كرمال الله عقيد لا تتدخل، نحن أخوي ببعض. لا تعدني إلا واحد منكم. إذا كان جاي مشان جوازتك من أختي عفاف اطمن مالك نصيب عنا، وهذا الموضوع بنحكي فيه بعدين. لا سيدي هلا بدنا نحكي. يا عيب الشوم عليك، انت ترفع ايدك علي، ترفع ايدك علي وبدك تذبحني يا جواد. انت وطيت راسنا، العمل اللي عملتها الجبال ما بتتحملها. يا ريتك ذبحتني قبل ما عملت العملة، يا ريتك ذبحتني. لا يا جواد لا، يا حيف علي. عم تبكي؟ تركني بحالي يا عقيد، يستر على حماتك. أنا عم ببكي من قهري. روّي روّي خلصنا جواد، شبنا إنالك أخوك بريء ومظلوم. أم أدهم إجت وحكت لي كل شيء. عفاف أختي؟ إيه أختكم. ليش أنت وين شفتها لحتى تحكي لك؟ شاهر أنت رحت لعند أبو دياب كتبت كتابة لعفاف وتجوزتها، مو هي؟ لا مو هي، وهي القصة بعدين بنحكي فيها. بس أم أدهم إجت لعنا على البيت وحكت لي كل شيء، وطلبت مني لحقكم قبل ما تأذوا بعض. ولك فوتي قولي لجوزك خلي يقوم يلحقها. لك يلا. لك وين بده يروح يدور عليها بهالليل؟ لش هو بيعرف وين راح؟ لك تعالي بقى فوتي. طولي بالك، شو بدي فوتي عن ما بقى وين راح؟ شو في يا حريم؟ اختك عفاف مالها بالبيت. شو؟ مالها بالبيت؟ وينها لك؟ ما بعرف، فقدناها ما لقيناها. وابنها بالبيت؟ لا، لا هي ولا ابنها. جابر اجى شي لهون لما كانوا الجماعة عندي؟ لا. معناتها بتكون راحت لعنده. ليش هي بتعرف وين هو لحتى تروح لعنده؟ معناتها بتكون راحت على البايكة. عفاف بحياتها ما راحت على البايكة ولا بتعرف وين بتصير. شي وين بدها تكون راحت؟ الله أعلم. أبصر شو قال لعقلها لما عرفت إنك ما وافقت تجوزها لشاهد. شو قصدك؟ والله ما بعرف، الله ما بيني وبينه ما بدي حتى بزمتي. أنا في وراي حريم قاعود بلا لف ودوران. أحكي شو قصدي؟ شو قصدي يعني تقبرني؟ إن بيني أشكرا إذا ما بتعرف جابر وين ولا بتعرف تروح على البايكة وحست إنك ما وافقت تجوزها لشاهر، وين بدها تكون راحت يعني؟ افهمها لحالك تقبرني. شو؟ يعني قصدي بتكون راحت لعند شاهر على البيت؟ يا باطل يا باطل. هي قلت لك انها سمعت اللي صار بين جابر وقعود؟ اي نعم.
ولا كمان بعدها كذابة؟ لا اختي عفاف ما بتكذب، بس انا لازم اشوفها واسمع منها، وساعتها حقك وحق ابو قعود بتاخذها من هالشوارب. لا اخي لا، هالحلمة ما بدنا نفضحها، بتضل منا وفينا. ما فشرت تكون منا وفينا؟ هلا نحن اذا تبرينا منا واولادها يلي هن اولاد اخونا بيقدروا يتبروا منا، ونحن بنقدر نتبرى منه. اخي الحرمة غلطت، الشيطان لعب بعقلها. اخوك عم يحكي مظبوط. شو هي مظبوط ما مظبوط عقيد؟ انا كنت بدي اتبع اخي وهو بريء، بدكم ياني اسكت؟ عقيد يستر على حريماتك، استر علينا وعلى هالحرمة. لا سركن كبير مال قرار. ودي هلا شرف معي مشان تشوف اختك تسمع منها. سامحني عقيد. انا ماني عقيد، العقيد اخوك ابو دياب. لا اخي لا، ابو دياب ماله عقيد، طالما عم يمشي ورا شور الحريم ما بحق له يكون عقيد. سيدي الله يصلحه، بس انا مسامحك لك انت ومبسوط منك خير الله. مبسوط مني؟ اي نعم، مبسوط من رجولتك ومن نخوتك ومن شهامتك، بس بدي منك شغله صغيره. الله يوفقك يا جواد، رجوليه بدها شويه تروي. ما بتذكر شلون ظلمنا للمرحومه وقتها لانه ما تروينا منيح. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. يلا يا جماعه خلينا نمشي. يلا شرف اخي. شرف مين؟ انا اخوها لمدام. يا ترى هي عندكم؟ ايه عندنا اخي. زكاتك بعتيني وراها، قلي لها اخوك اللي جابر بده يشوفك. ايه ماشي يلا رح اقول لها. يا مدهم. مين يا فهميه؟ اخوها لمدهم بده اياها. على قامتي يا اخي. مين اخي ولك فهميه؟ اخوك جابر. الحمد لله يا ربي اذا جابر بسيطه. اخي ابو دياب. ايه اخوك يا ابو دياب، جاي وجايب معي عزرائيل حتى يخلص عليك ويريحني منك. ولك شو عم تساوي هون وليه؟ شو عم تساوي هون؟ جيت شوف العقيد يروح يلحق اخواتك قبل ما يذبحوا حالهم بالبايكه. ولا معي فاضي. يلا اطلعي معي. يلا مالي طالعه من هون، مالي طالعه لحتى يجي واطمن عليهم انهم بخير والسلامه. الله يوفقك يا اخي. لك اطلعي معي احسن لك. ها احسن ما افوت اسحبك من شعرك. يا بدك تفوت على بيت العقيد بغيابه وتسحبها من شعرها؟ لك انت عارفان مع مين عم تحكي ومع مين علقان؟ لك ماني سائل لا عنكم ولا عن عقيد تبعكم، فمانين؟ وسيدك تأتي عليك! وسيدك تأتي عليك! اسمعي! الله ما يخلص عليك! شو الله عليك! شو الله عليك! شو الله عليك! شو عم يصير هون؟ هذا الواطي فات على بيتنا وما في غير الحريم. اغبطي! مين انت ولالك تكون على بيت العقيد؟ انا العقيد ابو دياب. شو بهوي؟ والله تقول السلطان عبد الحميد ذات نفسه يرجعك على بيتك محمد يا واطي. فريد ولا؟ افرعت! افرعت! لك هذا الواطي عم يتهجم على بيت العقيد وما في جوا غير حريم. يا باطل! رفعت على روحك! براح عليك! والله بعد بحر! شو فيك؟ جعل ورا! جعل ورا! جعل ورا! اجا المختار والله! شو هذا؟ شو فيك؟ ما في شيء، ما في شيء. امشي معي على البضافة، امشي. يلا بسيطة، الكل يوم يا أهل حارة عياش. لك وكمان لك عيد جاكيك واطي! روح أبو دياب، روح! روح امشي، روح! روح! شو فيك؟ شو القصة؟ شفتوا طعش عيني. اه اجى العقيد. اجى العقيد. عقيد خير. شو في؟ ما بشي عقيد، شغله بسيطه مو مستاهله. لا تسكت لهم صهري، خذ رجالك وروح خذ بتارك وجيب هالخاينه من عندهم وخليهم يعرفوا مين العقيد ابو دياب. هديه خلصنا بقى. يوه توبريني، ليش شو حكيت انا؟ مقعود معها حق. لا سيدي مقعود ما معها حق، خلي اخواتك يروحوا، انت لا تروح. اخواتي الله اعلم شو صاير باخواتي. يا اختي انا خايفه على سمعه العيله وما بدي حدا يجيب معدل العقيد ابو دياب بكلمه واحده. لك فات على بيتي بغيابي؟ يا اصابك صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. اخوكم جاي على نفسه يا بي. صغيره عقيد صغيره، وحياه ابو فهد على الغاري لا تترك علي.
قرب مور مختار تعال هون تعال قرب خلينا نروح نصلي بالجامع وبعد الصلاة بنحكي بالرصاص انت بتأمر مختار بس من بعد أمرك أنا وأبو فهد نصلي هون بركي جابر جاله ورجع على الواطي لك يا ريتو يرجع يا ريتو جابر عم يحكي مزبوط لازم نحن الكل نضل هون لا حول ولا قوة طيب يا كان مختار شرف نتمشى سوا على الجامع شرف يلا تصبح على خير السلام عليكم مع السلامة شرف السلام لا حول ولا قوة إلا بالله شرف 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 الله يسامحك يا أخي ليش ما قلتي لي قبل ما أروح البيك يا أخي أنا كنت نايمة ومالي حاسة على الشيء وعلى قد ما أخوك أبو دياب ضربني ضربني ما عاد عرفت حالي أنا وين أختي أنت متأكدة إنه أم قعود هي اللي يو طبعاً أخي متأكدة أنت شو عم تحكي ولك هي هي وإختها مستنينكم على نار لتذبحوا بعضكم ولو ما الله وجيت رجال الحارة والعقيد أبو فهد كان صار اللي صار إيه والله يا أختي كان صار اللي صار وقتلته لأخي وأبو فهد أول وتالي مفضل على راسنا يا خايني يا أم قعود لك يا أخي أنت عقيد حالتك ومقامك عالي وتفهم الأصول شلون بتفوت على بيت الرجال وفيه غير الحريم أنا ما فتت إلا لجيب أختك على الخاينة ولا بدك كان يتركها ببيت واحد أجنبي حاطط عينه عليها وبده يتجوزها لا والله أعلم شو في بينه وبينه أول باشتان كنت بتقدر تستنى العقيد أبو فهد ليرجع تتفاهم أنت وياه تاني باشتان أختك عباق ما لها خاينة وثالث باشتان هي أختك مثل ما لها لا ما أنا أختي أنا تبريت منها وبدي أذبحها شلون تبريت منها وبدك تذبحها أختك ما عملت شيء مشان تذبحها ما عملت شيء قال ما عملت شيء قال يعني انت وهداك الواطي هلا شايفين حالكم قدام العالم ما هيك؟ يا عيب الشوم عليكم يا عيب الشوم عليكم لأقول هداك ما في الشرف بس انت كيف تقبلها على حالك؟ قال لي شلون؟ جابر مو علي الشرف شو؟ مو على بينك بدك تقتلهم مو عين عليك بكل عمايلهم؟ جابر بريء جابر اسرف من الخاين مقعود اسكت لا لا ماني ساكت خلي مقعود تجيب المصحف وتعرف عليه انه جابر عمل معها هيك مرت اخوك ما بتكذب هي مو مرت احي هاي بنت حماك وانت خسرت اخواتك واهلك وناسك ما راح يعاقبني سكت لا تضربني يا ابو دياب اطلع من البيت اشوف اطلع هذا البيت الا فيه انا واخواتك مثل ما لك فيه روح وعلى ما بخيلكم اركبوا ايه راح نركب وهذا الكف اللي ضربتني اياه انا بقدر ادلك لك اياه عشره بس ما بقدر لانك اخي اكبر مني بس راح يجي يوم وتنهي بس اطيع خانون رمت العلب ما عطوا لساتك عم تلصلصي على الشبابيك يب ليش انا شو دخلني تقبرني شو دخلك بكره بس نحكي الحقيقه لاخواتك ساعتها بتعرفي شو دخلك وقتها هن بيقبروكي عن حقها شو بها الواطي شو كان عم يقول لك قال بده يروح يحكي لاخواتي شو بده يقول لهم اخي غلط مع اخوتكم لكن كل ابو ضاي يروح يقول لهم لشو بركة الاخواتي صدقوا وحلفوني على المصحف تحلفي مرت اخي ليش لحتى ما تحلفي مازالك صادقه احلفي ولا تخافي اه ايه صادقه لكن مالي صادقه بس هدول اخواتك لازم تحط لهم حد يعني فوق حقه دقه يروح يشوفوا حاله كل واحد فيهم عماله بتوتي الراس وجاي بدهم يحكوا علي انا خلصنا مرت اخي خلصنا ما عاد يجيبوا سيرتك بنوم لا اذا ما بدهم يتركوني بحالي انا اللي بدي اروح احكي لاخواتي عن عملة جابر ورح احكي لكل نسوان الحارة عن قصة عفاف وشاهد ورح خلي كل الناس تعرف مين هن ومين انا مقعود انا خلص تبع هلا انت ليش كنت بدك تذبح اخوك لك خالي شو القصة ما في شيء مختار ما في شيء حصل سوء تفاهم الشيطان الله يلعنه كان رح يلعب لعبته يعني اختي ام ادهم الله يستر عليها راحت لبيت العقيد ابو فهد من شان تقول له الحقن على البيكة من شان ما يصير شيء كفارم عليها كفارم عليها هي اخت رجال هي ايه والله وترفع الراس وبتبيض الوش والعقيد ابو فهد كتر خيره فضل على راسنا ورايته بيضة فضل على الله انا ما عملت غير واجبي الله يصلحك ويهديك يا ابو دياب اشهدوا علينا يا رجال نحن عطينا اختنا ام ادهم للعقيد ابو فهد على سنة الله ورسوله لك الله محيا اصلك شهم لك يا عمي شهم وصيل هذا شرف الي يا معلم جابر بس يا جماعه ما لازم نكبر الخلاف بين الاخوه
لازم نروح نشوف ابو دياب ونحاول نقنعه. مو ضروري مختار، مو ضروري. لا، اللي عم بيقوله ابو فتحي مزبوط. اذا ابو دياب وافق بكون خير وبركه، واذا ما وافق بنكون نحن عملنا اللي علينا. انا والشيخ رجب رح نروح نحاول نقنعه، ومناخد معنا الخوري بشاره، وان شاء الله بيصير خير. شو عليهم بنروح؟ يا الله الله يعزيكم بخير. كتر خيرك يا شيخي. الله باركو. سلام عليكم. السلام عليكم. الله باركو. يا رايا جدي والله خساره، ويا حيف ضيعتوا هالحاره وضيعتوا هالسيف.